أجواء حماسية كثير عندنا بالاستديو. طبعا شكرا لفرقة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون على هالموسيقى الأكثر من رائعة. طبعا احنا مشاهدينا عودناكم بفقرات برنامجنا يوم جديد، بنخصص كل يوم عندنا هاشتاج أكثر الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أول خبر معنا لليوم، تعهد رئيس الحكومة عمر الرزاز بالكشف عن أي إصابة بكورونا، وقال خلال مؤتمر صحفي لإعلان أولويات الحكومة للعامين الحالي والمقبل إنه إذا صار عندنا أي حالة على طول رح يتم الكشف عنها حتى لو كان لا سمح الله عدد الإصابات 100. أكد كمان على عدم تداول الإشاعات لخطورة ترويجها. نروح لخبرنا الثاني. طبعا الحمد لله الأردن بخير، عشان نضل بخير ولازم نقوم بالإجراءات الوقائية اللازمة لحتى نحمي أنفسنا وأحبتنا أكيد من هالفيروس، اللي خطوات بسيطة ممكن إنه هي تساعد إنه نحمي حالنا. خلونا نشوف الصور. أول صورة معنا رح نحكي عن فيروس كورونا. ما هو فيروس كورونا؟ هو مجموعة كبيرة من الفيروسات تصيب الإنسان والحيوان على حد سواء، ويصيب الإنسان بأعراض تنفسية تشبه نزلات البرد العادية، والأعراض تتراوح ما بين بسيطة لمتلازمة نفسية حادة. زي ما انتبهنا، في كتير أشخاص ما بيعرفوا أنه الفيروس ممكن يصيب كمان الحيوانات، فبدنا ننتبه على هذا الموضوع. نروح للصورة اللي بعدها. اشتق الاسم الجديد من اسم الفيروس المتسبب له كورونا، كلمة فيروس يعني مرض، وإشارة إلى السنة اللي ظهر فيها 2019. منظمة الصحة العالمية طلعت اسم كوفيد، أطلقته اسم جديد 19 على الاسم الجديد لفيروس زي ما قلنا كوفيد. الصورة اللي بعدها. طبعا للوقاية من فيروس كورونا الجديد، أول شيء لازم نغطي الفم والأنف عند العطس والتخلص من المناديل بطريقة سليمة. بعد هيك ما بنستخدم المضادات الحيوية، لا بنضل على نفس الصورة. نرجع على نفس الصورة لو سمحتوا. لا ممنوع نستخدم المضادات الحيوية. وبعد هيك بدنا نتجنب الأماكن المزدحمة، بس معلش ترجعونا على الصورة اللي قبل. بعد ما احنا بنحافظ على نفسنا، طبعا زي ما قلنا بالبداية بنغطي الفم او عند العطاس او السعال، نتجنب الاماكن المزدحمة. بعد هيك بدنا نحافظ انه يكون الحلق رطب ونشرب مي طول اليوم. بالضبط هاي الصورة. بعد هيك بدنا نغسل الايدين بالماء والصابون باستمرار، واكيد الاغذية الصحية الغنية بفيتامين سي ضروري كل يوم تكون معنا. الصورة اللي بعدها. طرق انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد. الإصابات بين البشر نتجت أو كانت بسبب المخالطة مع الحيوانات، لأنه زي ما حكينا بالبداية الحيوانات ممكن أنها تنصاب بفيروس كورونا، بتشير الدلائل إلى انتقال الفيروس. العلاج، لا يوجد حاليا أي علاج أو لقاح، وتبقى الرعاية الداعمة وعلاج الأعراض هي الطريقة الرئيسية للتعامل مع المرض. هيك بتكون خلصت أخباري. لا لسه في كمان صورة. أنا لبكني اليوم الول. خلصت أخبارنا لليوم هيك لترند، وأكيد نرجع لشهد وإبراهيم.